ودي اخذ رايك في موضوع معين. سم ودي صراحه ننسحب من موضوع الشركه العالميه هذه. لا 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 تترك ولا شيء، خلينا نوقع مع شركه عالميه زي هذه تتوقع معها طال عمرك، ترفع نسبتنا وتقوي طريقه انتاجنا، بالعكس نوقع معها ولا عليك من احد. والله يا سالم بصراحه انا اشغلنا راشد هذا يا اخي، جاب لي قلق قرف، دائما طالعنا بشغله، طالعنا بجريه، اتعبني وادوشني واقلق تفكيري والله. ولا عليك من راشد ولا شيء، ولا تشيل همه، وقع والباقي اللي على راشد خلها علي انا اتفاهم معه. هذا رايك؟ ما عليك طال عمرك خلها عندي. لا لا خلها عندي، دواه عندي ان شاء الله بيكون. عموما استاذنك طال عمرك، توصي شيء؟ تفضل. الله. وازهلها. ازهلها مع راشد. أنا وأنت والزمن. الطارق اتصل بي، أكيد فكرت موضوع الشراكة اللي بيننا. لا لا لا، أنت آخر واحد أفكر أشاركه. تفكر أني اتصلت عليك عشان إني أشاركك؟ لا لا يا راشد. طيب ليه متصل؟ متصل عشان اقول لك بطل الشغل الرخيص هذا اللي جالس تعمله معايا. بطل يا راشد، احسن لك بطل. وما بطلت انت بتفتح على نفسك باب عمرك ما راح تقفله. صدقني صدقني انك راح تزعل، تزعل كثير كثير يا راشد. والله ولا تقدر تسوي شيء. اسمع، غيرك واثقل منك مسحت بهم الارض مسح. بالعكس أنا الوحيد اللي أهددك، وصدقني أنا الوحيد اللي أقدر أدخلك السجن وأخليك تقضي بقية حياتك كاملة في السجن، وأنت عارفني زين. ولا تعرف تسوي شيء. واسمع، والله لخليك تندم على كل كلمة قلتها. سامع؟ عسى خير يا أستاذ راشد. وش فيه؟ يا ماجد الطارق هددني انا؟ لا 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 ما يقدر، انت تدري ان هذا كلام فاضي ولا يقدر يسوي شيء. لا ترفع ضغطك، هد هد واشرب مويه ولا تنرفز، هذا كله كلام فاضي. الطارق هددني انا؟